يا بنات، ازيكم؟ اولا انا اسفه جدا 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 على التاخير. انا عارفه انا بقالي بتاع مثلا شهر كده ما صورتش بسبب الاضاءه دي. كل ما اجي اغيرها اقول مش هعمل فيديو الا لما تيجي، عشان خلاص جاي كمان كام يوم وهكذا لحد ما الموضوع طول لشهر. معلش انا اسفه جدا. تاني حاجه عايزه اقولها، اللوك ده اللي انا كنت منزله صوره على البيج عندي لو فاكرين، لان الموضوع ده برده من مده، انا قلت لكم ان انا هعمله لكم. بس كان في ناس كتير طالبه ان انا اعمل اي شادو، وفي ناس طالبه ان انا اعمل الروتين بتاع الفاونديشن وكده بتاعي، وناس طالبه تركيب الرموش. فانا عندي فكره ان انا اللوك ده هقسمه على 3 فيديوهات. فيديو النهارده هيبقى عن رسمه العين، وفيديو بعد كده عن روتين الفاونديشن بتاعي وبكمل بعمل وشي كله ازاي، والفيديو التالت وانا بركب الرموش دي. تمام. فهتلاقوا 3 فيديوهات دول يعني بنفس الميك اب، بنفس اللبس، بنفس كل حاجه. هيبقى كانه 3 اجزاء يعني. تمام. غير كده يلا نبدا الفيديو. انا هنا عامله حاجبي، اول حاجه هبدا بيها ان انا هحط كونسيلر على جفني كله كانه برايمر للعين، عشان يوحد لون الجف ويثبت الاي شادو اكتر. بعد كده هثبت الكونسيلر ده بودر شفافه. ليه بقى؟ عشان لو انا حطيت اي شادو على الكونسيلر على طول هو كريمي كده، مش هيحصل له دمج بسهوله، هيبقى في كذا حته وحته لا او كده، بيبقى باتشي خالص. فالبودر اولا بتثبت الكونسيلر، ما تخليهوش يخطط، وما تخليش الاي شادو يخطط ولا يتجمع، وكمان تخلي الدمج بتاعه سهل. بعد ما ثبت الكونسيلر من الباليت بتاعت فوريفر 52، هاخد اللون البينك ده واستخدمه كلون انتقالي على الجفن المتحرك. ايه بقى اللون الانتقالي ده؟ اللون الانتقالي بيتحط هنا عند كسرة العين زي ما انتوا شايفين هنا، عشان يسهل دمج الالوان اللي تحتيه. غالبا يعني بيبقى بنيات، بيجات، او حسب اللون اللي انت هتستخدميه في عينيكي، ويبقى هو افتح من النوم. يعني ده اللون ده يكون افتح من اللون اللي انت هتستخدميه تحتيه. بفرشة بلندنج كده وهحطها، هوزعها على الكريس رايح جاي بالراحة، وما تقلش ايدي على الفرشة اصلا. وبعدين هاخد اللون الغامق اللي هو النبيتي ده، او مش عارفة هو جاي على بتنجاني تقريبا، وهبدأ اطبطبه هنا على حرف العين. مش هطلع برا العين خالص لحد كسرة العين، او لحد قبل اللون الانتقالي ده بشوية، عشان لما ادمج هحطه فين بقى؟ في الربع الخارجي للعين، يعني اخري عند اخر النني ده هنا كده. بنفس اللون هاخده واحطه جوه هنا برضو لحد اول النني، بحيث يبقى انتي الجزء ده لون غامق واللي بره لون غامق، وفي النص هنحط لون الافتح. باللي فاضل في الفرشة بقى هوصل ما بين اللونين دول من فوق لهنا من عند كسرة العين. هاجي بعد كده بالفرشة اللي انا حطيت بيها اللون الانتقالي ده، واوزع اللون ده من فوق، ادمجهم مع اللون اللي فوقيه. تدمجي لحد ما ميبقاش فيه اي خط باين ما بين اللونين. وانتي بتدمجي هتلاقي اللون اللي تحت ممكن يخف شوية مع الدمج، تبقي تقليه تاني لو عوزتي. واللون اللي تحت خف شوية، هرجع تاني اتقله سنة. بعد كده من البلد هاخد اللون الشيمر ده وهحطه بصبعي في نص العين، في الحتة الفاضية اللي احنا سبناها دي. الالوان الشيمر بلاقيها غالبا بتتحط احسن، او بيبقى قوتها احسن على العين لو اتعملت بالايد مش بفرشة. بالراحة بالفرشة دي هدمك كده بالراحة خالص على خفيف ومن فوق.
هاخد جيل لاينر بقى واعمل وينج اي لاينر. كده بقى خلصت العين من فوق، هحط رموش واكمل وشي وارجع لكم تاني. انا كده خلصت وشي، هكمل بقى تحت عينيا. هاخد نفس الالوان اللي استخدمتها فوق بنفس الفرشه البلندنج دي اللي حطيت بيها اللون الانتقالي، هحطه هو تاني تحت عينيا عند خط الرموش اللي تحت. بعد كده هاخد بنسل برش اللي هي بتبقى عامله شبه الدوم كده، شبه القلم بنسل، وهاخد اللون الغامق اللي انا استخدمته في عينيا وهقرب اكتر من خط الرموش. وهاخد تاني الفرشه اللي كنت بدمج بيها وهدمج اللونين مع بعض عشان يدوا شكل سموكي او يعني يبقوا مدمجين كويس. بعد كده هاخد كحل اسود ده بتاع ميبلين اللي هو كلوسال كاجيل، انا ما حطيتش ماسكارا فوق عشان الرموش، بس هحط ماسكارا على الرموش اللي تحت. دي ماسكارا سيبيل اللي هي الهوت لاشز اللي معروفه بانها سيبيل الفضي، حلوة قوي الماسكارا دي. اخر حاجة في شكل العين هاخد اللون اللي انا الشمر اللي انا حطيته في نص عينيا ده واحطه عند مدمع العين. للروج بصراحة انا هستخدم ثلاث حاجات، الليب لاينر ونوعين روج، التلاتة من اسنس. الليب لاينر بتاع اسنس ده تحفة، حلو جدا اللون، عامل كده هو على موف مش عارفة بصراحة، مهم يعني ان هو درجته 5 سوفت بيري. هحدد بيه شفايفي انا مش هحط الروج ده، هستخدم بتاع لايم كرايم اللي هو اللون الكشمير كلنا عارفينه طبعا. استخدم الدرجه دي من اسنس اسمها درجة دي رقم 15 او سومات، هحطها بس في نص شفايفي. بس كده، وكده اللوك يكون خلص. لو عجبكم الفيديو ده ادوسوا لايك واعملوا شير، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل ولايك على الفيسبوك بيج واعملوا لي فولو على الانستجرام. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.